لك شوت شوت شوت. لا يا زلمه يا زلمه، الانانيه فعلا ما بتنطق. لو لعب له باص الهدف كان محقق. هارتلك من الاعماق. الهدف كان شو؟ محقق. محقق شو يعني؟ خليني اخبول والله ما بعرف انا. ايش عم تكتب انت ملتهي؟ عم عبي ابلكيشن. اوف، ايش شو هذا ابلكيشن؟ هيدي دعوه من رفيقي بفرنسا. اوف والله حيرتني انت. ها شي بتقول لي بدي اروح على كندا، شي بتقول لي بدي اروح على فرنسا. يعني انا اجتني الموافقه وما رحت؟ شو قصتك؟ ما انت عارف عم اقدم من سفاره لسفاره، الا ما الله يتلطف فينا وتقبلنا شي بلد. يا سيدي فعلا اللي عم بعيونهم، عن جد ليش ما عم بيقبلوك؟ يعني اذا انت ما بدهم يقبلوك لك مين بدهم؟ صدقني انا اقسم بالله لو ما بعرفك بعرف اصلخ وفصلخ لاقول عنك انت فرنسي من نص فرنسا. بشرفك ما كان عندكم بسطه بالشانزليزيه؟ بسطه؟ لك لك يا حبيبي انا بعرف شانزليزيه، انا مسكف. اكيد. هلا عن جد عن جد وقولي، اذا قبلوك بتاخذني معك؟ لوين؟ لك وين من كان ما بتفرق معي، انا بتعرف هون مالي حدا، ما عندي مشكله، بدك على كندا على فرنسا استراليا وين ما شلفني شلفني انا جاهز. خلاص تمام. لا ايش بقى وقولي، والله انا تعودت عليك عن جد ما بقدر بلاك. طيب ماشي، اذا بدي اخذك معي شو بدك تشتغل؟ اخي انت مو ممثل؟ واكيد بس صرت نجم ان شاء الله بدك بادي جارد، انا بصير بالجوارد تبعك. مين؟ قلب يعني الحمايه. اوكي اوكي. حبيبي بس لاقول لك شغله، انت شايف هذا المومع بعينك؟ حبيبي انا وينك؟ معي حزام البني انا كنت العب بالكيك التايكوندو، يعني كنت العب مثل بروسلي كاراتيه كنت العب. شو عم تحكي؟ ايه والله. والله برافو برافو. وائل شايف هذا الدماغ؟ هذا 160 كيلو عضل مصفى على امه. اي شيء بتحتاجه بتحاكيني. خليك قاعد، شو عندك؟ انت روح جيب مراجع مشان رساله الدكتوراه. وبعدين عندي درس عند بانا والمسا عندي بروفا. صحيح، شو صار بالبروفات؟ بروفات الاضاءه يوم الخميس الجاي. مين جبته بدالي؟ جبنا بدالك الحياه جبنا هدى. عنجد عم تحكي؟ كان بيشتغل فيكي صبية اسمها ساره ما بتعرفيها. انت لا تفكري هلا بهي المواضيع، اي بس ديري بالك على حالك وعلى ماما. تحاكيني اذا بتحتاجي اي شيء. شكرا على كل شيء. بلا غلاظة. باي باي. مازن انت جد بتحبني؟ اكيد بحبك.